السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أنا جيت ما طولتش عليكم. عندنا اليوم إن شاء الله يا ربي بإذنه شي شوية ديال الدجاج، هما واحد الحفلة عندنا عاوتاني إن شاء الله في مدينة فاس. غنديرو الدجاج معمر، الدجاج ديال الفران اللي كيخرج للفران يطيب. اييه انتم كتشوفوا معايا المرقد في الحامض والملحه، وتبارك الله شوف كي ولا كيشعل مني مرقد من البارح حتى اليوم. عاد ان شاء الله كنعمروه كما كتشوفوا معايا بيض تيشعل. غندوزو ان شاء الله للبصله، نصوبوا البصله. انا كندير فيه البصله في التعميره ديالو، كتجي زوينه بزاف، كترخي ديك البنه ديالها. كنصغبها وكنردها نشحرها فوق البوطه حتى كتشحر مزيان، وديك الساعه كنخدم بها. هانتوما كتشوفوا ثمن 2 كيلو د البصله هكا، كيلو ونص، داكشي على حسب الكميه اللي عندكم. حنا دابا كنجمعوا المقادير في هاد القسعه الشعريه. عندي 14 في الروج، عندي 12 10 البكيات ديال الشعريه، عندي الكبده، عندي الحامض قصير، عندي الزيتون، الهريسه، شويه ديال الكمون. هانتوما غادي تشوفوا كلشي، هذا هو اللي كيليق للتعميره. هانتوما غادي تشوفوا كلشي، داكشي اللي كنديرو. قزبر ومعدنوس مقرد، ها هو الزيتون، هادي الكبده والبصله اللي شحرناها هي هادي. هذا الحامض، هذا الحامض، هذه شويه الثومه كترخي البنه، ما بغيت نشحرها باش ما تخرج داك الماده، داك الماده ديالها تبقى محافظه بها. هذا القزبر والمعدنوس مقردينو، ضروري كنديرو شويه زياده باش كيجي زوين هو مع التعميره، مع الشعريه، مع الهريسه. كيجي بصراحه كيجي واعر. ها هي الهريسه، ها كنت تعطي البنه والحروره شويه، والصحه والراحه للجميع. نتمنى تعجبكم هاد الطياب ديالي انا اللي كندير. هذا شويه ديال الكمون، ما نقويوش بزاف. هذا البزار تا هو ما كنقويش انا منو بزاف. هذه سكينجبير، هذه كندير منها شويه يعني زياده على البزار، هي هذه هي الطريقه ديالي انا. نتمنى تعجبكم. هذا انتم كتشوفوا الشونيه تحميره، اللي كيقول لها الشونيه اللي كيقول لها تحميره. هادو شويه، هادو ثلاثه ديال الكنور ديال البنه ديال السمن، حيت ما نتوما كانش عندنا السمن حر، كندير هذاك البنه ديال السمن. كنديروا الملح كنخلطوه، كنبقاو نعمروه في الدجاج. وهذا بصراحه انا ما صفتوش للفران، هذا خدمته غير في الدار، درتو يفور في الكسكاس والبرمة، وفورت بشوية بشوية حتى ساليته، ودهنته بالزبدة، وخشيته في الفران. وهانتوما غادي تشوفوا النهاية ديالو. ها أنا ساليته الدجاج، هو هذا، أيه كله تبارك الله معمر. ونستمروا مع الكمالة ديالو إن شاء الله، وجا زوين بزاف بزاف. شان نقول لكم جا بنين، حيت شغلته في الدار بطريقتي وبيدي، وداكشي جا مزيان. نتمنى تعجبكم هذا الدجاج هكا. ما تنسونيش المشاركه، ابوني، والدعاء ديالكم والدعم ديالكم، وتبارك الله علينا وعليكم، والله يتقبل هاد الصدقه اللي دارها هاد السيد، الله يتقبلها له ان شاء الله ويجعلها ميزان حسناته.
والله يكرمه حتى هو. السلام عليكم، تبارك الله عليكم، ما تنسوناش بالدعاء والدعم.